انا عارف ان لما اتكلمت عن منتخب الجزائر في حته ان هو ممكن ما يصعدش، الحته دي هتزعل ناس كتيره جدا، بس هي دي الكوره حضرتك، انت ممكن تكسب ممكن تخسر. وبصراحه عايز اقول لك على سر، انا لما الفيديوهات بتاعتي ربنا فيها منتخب الجزائر بطلت يتم اقتراحها بالنسبه للمشاهدين انا ارتحت شويه، لانه وقتها هتتكلم الكلام اللي انت عايز تقوله، والكلام اللي انا عايز اقوله ان يا جماعه والله زي ما في فكره مكسب متاحه في فكره خساره متاحه، وفي برضو فكرة ان في ناس بدأت تطلع رافضة لقائمة جمال بالماضي ورافضة للفلسفة اللي لسه ماشي بيها جمال بالماضي. الناس دي موجودة؟ اه الناس دي موجودة. يعني الناس دي مش حزينين ولا حاقدين؟ لا، الناس دي بيحبوا منتخب بلدهم برضو. ما انا كراجل اهلاوي بنتقد جدا موسيماني وبنتقد اللعيبة، هل ده معناه ان انا بكره الاهلي؟ بنتقد كارلوس كروش واغلبنا بينتقد كارلوس كروش، هل ده معناه ان احنا ما بنشجعش منتخب مصر اطلاقا؟ هل معنى انك لما تتكلم منطقية وتتكلم بكل كلام ممكن يحصل في الكوره ان انت كاره منتخب الجزائر؟ هرجع تاني واقول لك ان انا مرمي على الكرسي ده بقالي 3 4 شهور وانا بتكلم على منتخب الجزائر، ما عملتش اي حاجه غير ان انا كسبت من ورا الكلام على منتخب الجزائر، فليه هكره الخير لمنتخب الجزائر؟ او ليه هكره الخير للمنتخب المغربي؟ بالعكس تماما، عادي جدا، حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا، بتزيد مشتركين وبتزيد ارباح، فاتمنى جدا المنتخب الجزائري يكسب. اه الفيديوهات بتاعتك عن الجزائر ما بتجيبش ارباح لان انا واحد فقر، فعادي جدا، بس انا عايز اقول لك حاجه، ان انا مكسب الجزائر بالعكس هيكسبني انا معاه، انما خساره الجزائر وخساره المغرب هتلبسني انا معاه. احنا كلنا اغلبنا لما كنا بنتكلم على منتخب الجزائر في كاس الامم الافريقيه كان الريتش بيعلى في التصفيات، لما الجزائر كان بيكسب 8 و9، ولما الجزائر كسبت كاس العرب الريتش عالي، انما الريتش اتضرب بالجزمه من بعد ما الجزائر ما خسرت في كاس الامم الافريقيه، من ساعه ما طلعت من كاس الامم الافريقيه، وبرده من ساعه الدولار ما رفع يعني. فبص يا معلم، انت فاهم غلط ولا انت فاهم غلط خالص، مفيش حد حاقد او حد حاسد او حد بوجهين او حد الكلام ده، لان صدقني الموضوع مش مستاهل خالص، الموضوع مش مستاهل كل اللي انت بتتكلم فيه ده اساسا، هو الموضوع مجرد شويه سنتات بس، في ناس تانية قنوات كبيره يبقى الموضوع بالنسبه لها عادي يعني، الموضوع بالنسبه لها. بس انا هرجع اقول لك تاني، انا مش جزائري اكتر من الجزائريين، ولا انا مغربي اكتر من المغربيين، ولا انا تونسي اكتر من التوانسه، انا شخص مصري بتكلم على المنتخبات دي في عالم كره القدم، انا ما بتكلمش على سياسات بره عالم كره القدم، انا بتكلم على عالم كرة القدم، عالم كرة القدم في مكسب وخسارة، في ناس منتقدين للقائمة اللي أنت واخدها، وفي ناس تانية مرحبين للقائمة اللي أنت واخدها، في شبيحة لعيبة كانوا عايزين يرجعوا المنتخب، وفي شبيحة لعيبة شايفة إن هم مظلومين وما رجعوش المنتخب، أنت عايز تراضي مين؟ أنا مش عايز أراضي كل دول، لأن أنا عارف إن كل دول لو عجبتهم النهاردة يقولوا عليا إعلامي وعبقري وأحسن واحد بيحلل على اليوتيوب، لو ما عجبتهمش هيقولوا عليا إن أنا أكتر واحد بيهبد على اليوتيوب وإن أنا خسارة فيها السبسكرايب وإلغي الجزائريين من الاشتراكات، لأن أنا عارف إن عالم كرة القدم متقلب، فأنت كمان لازم تبقى عارف إن عالم كرة القدم وجمهور كرة القدم متقلب، ولازم تتقبل الفكرة دي تماما، تقبل فكرة إن رغم إصابات الكاميرون أنت ممكن تخسر عادي، تقبلها، ليه؟ لأنك لو تقبلت الخسارة هتفرح جدا أثناء المكسب، إنما لو كسبت، أنا عايز أداء جميل، أنا عايز أداء جميل، عامل زي ماتشين بوركينا فاسو، الماتش التاني بتاع بوركينا فاسو ده الناس كانت بتقول لك إيه؟ والله إحنا عايزين سكور سعادتك، بس لما الماتش صعب إحنا عايزين نكسب، طب لما اتصعدت بتعادل، لا أنا مش راضي، لا أنا اتصعدت بتعادل. فطول ما بتعلي الطموح فوق قوي احنا مش هنعرف نتفاهم مع بعض، طول ما انت بتتكلم ان الجزائر هتكسب هتكسب وهتعدي كاس عالم عافيه والمهم الاداء الجميل، مش هنعمل اي حاجه، هيحصل مكسب مش هتفرح، هيحصل اداء مش هتفرح، هتحس دايما ان هو اقل بكتير من مستوى التوقعات بتاعتك، فانت خلي التوقعات بتاعتك 50 50 بحيث لو الفوز جه يبقى والله العظيم ده كرم كبير جدا من ربنا، الفوز جه بقى بأي أداء مش مهم، لأن يعني الأداء ده حضرتك حاجة بنرميها في الحمام بعد المباراة، لأن أهم حاجة بالنسبة للمباراة إنك طلعت كسبان، طلعت كسبان خلاص مفيش أي مشكلة، المنتخب المصري كان متقطع في ماتش كوت ديفوار لما طلعنا كسبانين بقينا أحسن ما أحسن فرقة في أفريقيا، عادي جدا طالما كسبنا. أنت بقى معلم طالما كسبت استمتع باللي هيحصل، خسرت أعرف إنك عالم كرة قدم. مفيش سحر، مفيش عوازة، مفيش حكام ضدك، مفيش اتحاد افريقيا مش عايزك توصل، مفيش مش عايزك توصل. تقبل ان دي جيم في 90 دقيقة لا اكثر ولا اقل، وتقبل ان انت تاريخك السابق مع المنتخب الكاميروني مش واو ومش مذهل ومش بيخليك انك عندك ثقة كبيرة جدا. تقبل حاجة مهمة جدا، انك ان شاء الله باذن الله ممكن توصل كاس عالم، وممكن برضه ما توصلش كاس عالم، بس برضه لازم تكون مآمن ان هي الكورة كده. بس ان شاء الله باذن الله لعله خير ان شاء الله، ان شاء الله توفيق ربنا يكون مع لعيبه المنتخب الجزائريين في الملعب، وان شاء الله يقدروا ان هم يكسبوا المنتخب الكاميروني، لان صدقني مواجهه الكاميرون ومواجهه تونس ومواجهه الكاميرون والجزائر ومصر والسنغال وتونس ومالي مواجهات صعبه جدا جدا جدا، ولو اتكلمنا عن المنتخب المغربي فالمواجهه بتاعته صعبه بالنسبه للمنتخب المغربي ومستوى المنتخب المغربي اللي ما يطمنش اي حد.
فعايز اقول لك ان الموضوع مش سهل جدا بالنسبه للعرب ولا حاجه، يعني الكلام ممكن يتقال ان هو سهل وهنحب احنا كعرب ان احنا اسود افريقيا والكلام ده، بس احنا كعرب الموضوع بيكون صعب معانا في تصفيات كاس العالم. ان شاء الله باذن الله رب خلاف الظنون، وان شاء الله باذن الله نصعد كاس عالم، وان شاء الله باذن الله لما نصعد كاس عالم حد يجي يقول لي يشتمني بعد الفيديو ده، زي ما في ناس كتير قوي بدات تشتمني على اوباميانج بعد ما عملت الفيديو بتاعه اللي هو باشا انت كنت فين لما كنت بتكلم على اوبا، لا مؤاخذه، يقول لك اوبا منجح يا فاشل، ده انت صعدت جول بعد ما انت يا فاشل، اللي هو يا اسطى انت كنت مرمي في الحمام لما تعاقدنا مع اوباميانج وكنت بتخاف تتكلم، طلع دلوقتي بعد ما جاب جولين في الكلاسيكو تتكلم، بس عادي هي الكوره كده، الكوره برده كده هيرجعوا يشوفوك بتقول ايه قبل كده، يشوفوك عندك رؤيه ولا لا. بس عايز اقول لك ان مفيش حاجه في الكوره اسمها رؤيه، في حاجه في الكوره اسمها هبدات، ممكن ترشق معاك وهبدات تانيه ما ترشقش معاك، وان شاء الله باذن الله الهبدات دي ما ترشقش معانا والمنتخبات العربيه توصل كاس العالم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو شايف ان المود الحزين ده مش مستاهل لايكات فوالله انا معاك حق بصراحه، مش انا اللي معاك حق، المود الفقر ده ما يجيبش غير النحس ويجيب السوالب، ما يجيبش مشتركين ولا يجيب مشاهدين، ما يجيبش اي حاجه ولا يجيب دولارات، انا كده كده راجل فقر والحساب بتاعي متعلق اساسا، احاول ارجع ارجعه في الاخر وبعد كده ادور على المكسب والخساره. انا تعبت، انا تعبت والله في ما تقل.